قوة فريزا الجديدة في المانجا. خليني أذكرك أن فريزا ما عمره تدرب أبداً من أول ما نولد إلين أثناء قتال ضد سون جوكو في آرك الناميك، ومع ذلك كان يمتلك قوة كبيرة. وفي دراغون بول سوبر تدرب لمدة 4 أشهر فقط وقدر أن يتحول لطور جديد، وأيضاً أن يجاري سون جوكو بالتحول الجديد اللي هو البلو. وفي المانجا أثناء ما كان سون جوكو في جيتا يعانون من قتالهم ضد جاس اللي هو أقوى رجل في الكون، يظهر فريزر ويهزم جاتس بلكمة واحدة فقط. حتى فيجيتا وجوكو استغربوا ان كيف فريزر قدر يهزم اقوى رجل في الكون بلكمة واحدة فقط. السبب في قوته ان فريزر قدر ان يتدرب في قرفة الزمن والوقت لمدة 10 أيام، اي ما يعادل 10 سنوات، وقدر ان يتحول لطور جديد وسماه بلاك فريزر. والاحلى ما في الموضوع انه يعود الزمن وفريزر يرد الصاع صاعين لسون جوكو فيجيتا ويلكمهم على معدتهم.